المسمار اهو متكوك في الحافر، مسمار قديم يعني، المسمار اهو ماهوش في اللحم. الناس بيقول لك حط حدوه والزج، الناس بيقول لك حط حدوه والزجها بايه؟ بسيليكون. نحط بمسامير، هو بيسوي نفسه، والمسامير بتوجع صح يا عم الحاج؟ حاجة السيليكون يمشي معاكم؟ سيليكون حدوه البلاستيك ايه بنركب ايه؟ الناس يعني الناس اللي مش واخده بالها بقول لك حدوه سيليكون وبلاستيك تلزقها بيه. فاحنا بنعمل الطريقه دي من 100 سنه. والحمد لله الحماره بتخف وبتطيب على كده. الحماره دي تعبانه بقالها اسبوع. فبصور نفسه مين ينزل عندك؟ اكثر من اسبوع تعبان. ما انت قلنا، انت قلت حاجه اشوفها يا عم سامح ما ارتحتش وما جتش. جيت اهو. بعد ايه بقى؟ بس مشغول، بس تعبان شويه. تعبان زي بعضه، مش قادر. سلامه رجع العزه مدرك كده اي حاجه يا ترى كده العواش كده واقف. انت هسه هينزل عندي دولي نسوي سفايبر. وين يا بنت ورا؟ حفر بس، حفر بس. هو صورة حي، صورة. أول مرة في مرة بتعمل لها سيليكون رخ. أي والله. أيوة. والله بقول اعمل لها الحمارة سيليكون وهي هتبقى حلو. هذا المطهر بتاع الحفرة هيظبطها وينشفها. جبنا حبة مية. دي سوسة. دي سوسة. نحط دي عشان عازل، بس ده عازل بينها وبين الايه؟ دي قش الحدوة. ادي الحدوة اللي هنحطها. هنعمل لها بقى ايه الحدوة دي عشان ما تتزحلقش. ايوه دي المسامير. حتة ايه؟ تلقط. عشان تبقى زي الفرن. في الحمارة دي لما بتيجي تحتها زلطة. انت ما بتلاقيش تمشي. بس. صور الحدو. شاطر هاي. واحنا كده عملنا لها اتنين اهم عشان ما تتزحلقش، احنا داخلين على الشتا. تاكل حدو عم سام. لما دي خابوا عشان مش تيجي. جيب اسمي. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسمار ده بيروح الضاف من السيليكون، السيليكون ما ينفعش. وبنثني المسمار برشام، وبنعمل ايه تاني؟ نحط مسمار جنبه وربك هو الشاف. تك الحدوة يا صاحبي جامد، انت ماسك الحمارة غلط اساسا، ما تترفعش فوق كده. هذه البرشامة اهي، نحط فيها ثلاث مسامير بس عشان الراجل عايزها تقع بسرعة. صح؟ صح. لا نجمدها؟ لا. الناس مش عايزها تشمل. ناس بتقول جمد وناس بتقول ما تجمدش. هي كده كده هتخبط شهرين على الثلاث مسامير دي. هتخبط لها شهرين. يعني كده كده هتغيب. والله يا عم بص يا سيادة المشاهدين، الحمارة ديت بتبهدلنا. اوعى كده يا حبيبي، تاكل كده على الحدوة عشان نقلم. خليني اركب. طب ما تستنى يا حاج. ايه؟ قلم ورا ونب نحط ده على الأرض عشان نتغير. نحطها على الأرض عشان ما تزعلش. يلا عشان شوف. طب حطها ثبتها على الخشب. حب أوريك بعد ما لا ما حد يتقلم، ثبت على الخشبة، ارفع الثانية تدور. الشغل يخلص مرة واحد. تعمل قدام شطرة بالصلاة على النبي. وهي حبيبي كده رجلك اوعى رجلك يابا. وهي على الخشب اهي، هنظبطها ونقلمها. دي مسمار قديمة اهو. السكينة كانت واقفة ليه؟ المسمار بيبقى في الضفرة، يعني كده كده المسامير اللي بندقها في يعني فين؟ في الضفر مش في اللاح. يعني الحمارة تدوس عادي وتمشي عادي.
ماشي يا بابا؟ ماشي ماشي يا حبيبي. طب تصور دي اللي بابا عايزها. اسكت بس. هقول لك بقى بس مش دلوقتي. ماشي. وين يكون في كسوس؟ فيها سوسي. سوسي؟ فستين كمان. زين حمير دك هي. فيها سوسي الحاجة الباينة. شكل فيها سوسه كده. مش دي. ده بايظ. ده فيها سوسه وبايظه. بس معلش. سوسه اللي مبوظاها. هنعمل فيها هننضفها وهتطيب وتبقى 100 100. امسك المخطمه امسك المخطمه امسك المخطمه ودنها. شوف رجليها عامله ازاي يا عم سامح. هو ده بقى اللي مخلاها كده. الله اكبر. ده انت كده هتصفرها كلها يا ابني. يا ابني قلنا كده ملعو. كابوك. خليك على الحفر. شوف شوف يا عم طلع فيها ايه؟ خليك على سوس الحفر اهو. الله اكبر. شوف يا عم سامح. شوف يا عم سامح. الله اكبر. يا اختي اوعي. اوعي كده حاجه تمشي. طب ده اتعمل له حمام. ده اتحط له مطهر واتحط له جنزاره و وكده حاجه مرهم زنك وده ازرق و هسه بتروح على المسمار. المسمار هذا المسمار. هي رجلها بايظه بمعنى كلمه بايظه. ده خشب يا خشب. من حقها ما تمشيش. عشان نشيلها على الانترنت. من حقها ما تمشيش. ما تمشيش. ما تمشيش. ماله عشان اصور كده. المسمار قدام. المسمار قدامي؟ اهو. هنعمل ايه بقى؟ كانت عايزه حدو مش شكلي. هلا يا بيي. يا ابني استنى. يا ابني نور يا ابني نور. سلخت قبل ما ندبح. كده سلخنا قبل ما ندبح. المفروض كنا نقلم الاول. ابتدى ما عملش كده خالص. شوف السوس يا عم. ادي السوس الحفر اهو اللي احنا بنحكي عليه كل يوم. باين. احنا كده قلمنا بعد ما اشتغلنا. بس عادي. عادي احنا نضفناها برضو كمية ايه؟ بما يرضي الله اهو. هي مستحمية لحد ما تخلص. اتفضل اتفضل. نوري كده نوري. اهو. بايظة خالص. الضفر بتاعها انشال. الله اكبر. اهو مش هيطير. دي سوس الحافر. هو ده اللي مخليها مش عارفه تمشي. اجرب. عشان الناس تاخد بالها اللي زي حضرتك كنتوا سايبينها بقاله قدين وبتدوها حجن وبتدوها حاجات وبتدوها قرف وهي فيها المرض اهو بتاع السوس. مش ده اللي حصل؟ يا اختي ما انتش تطلع مره ثانيه. انا ما جيتش ليه؟ انا ما جيتش. ده انتوا جبتوا مين؟ جبنا الدكتور. يعني جبتوا الدكتور. ده ما جيتش. ده شغل اهو وانا بعمله. وبعدين الدكتور كتر خير من اداها حقن سكن معها شويه واداها مضاد البكتيريا هتظبط معها. رجلي ايه؟ ده هي كده هتمشي وهتدوس احسن من الاول. نشوف عامله ازاي. الله اكبر. هات لي الشنطه دي كده لما اطهرها. تطهير. الصوره كده حلوه. جميل. كتر على النبي يا محمد. تطهير اهو. انا بعمل اللي يرضي ربنا. هات المطهر الثاني ده الاخر. ما عندك اهو. المطهر الثاني ولاد بيلعب بالبتاع. محدش يتكلم يا جدعان عشان ما ينفعش الكلام في الفيديو. قولوا اشكروا الله بس. لا الله. هذا كده اتطهرت. ارفع ايدك فوق سنه. انت شايفها هنا؟ اهي. وادي حته المرهم اهي. انت هتجيب لها مرهم زي دي. هتسيب لك انا دي ليه؟ ماشي؟ علبه المرهم اهي يا جماعه. لما تلفها. اهي. وباذن الله بتكون تطيب على كده. ان شاء الله. هي هتطيب على كده. ايوه صور هنا كده ابله. باذن الله 3 ايام بالظبط. اعملي بايدك.
3 ايام بالظبط هترتاح وتبقى مامي. سيبها شغال. ده مرض ده مرض ده باظ. فايد فوق اهو فوق كمان. سيب دي يا عم. شوف دي الاخرى عامله ازاي. صوري دي كده. شوف دي وصوري دي كده. ارفع الثانيه كده عم سامح. ما نقلم الاول كده. حط سكينه والشكوش اللي عندك. بس دي اللي كانت مأذيه. تعالوا هات البنت. سلامتك يا حبيبي. بص انت في التليفون هتشوف اهو. ارفع عم سامح كده. شوف دي كده عامله ازاي. صوري قرب على دي كده. ارفع بقى يا بابا اللي اتعملت دي. هنقلم دي كده نشوف فيها سوسه ولا نشوف فيها ايه. تفضلي. يبقى احنا كده هنقلم الاول بقى نعمل الصح. السلام عليكم. السؤال سني مش تتكلم. دي مسامير القديمه. قديمه؟ قديمه اه. سيبني اتنين يلا. بنت سامح. برضك؟ كلنا على واحد. اسره؟ اه امال ايه؟ ايوه. كان بيقول اسره ايه؟ على بعضينا. نبى يا استاذ سامي. استاذ سيب رجليها كده يا عم سامي. سيبها. ارفع كده اللي عندك. انا عايزك تمسك امسك يما المحطمه كده. بص في التليفون. ماشي. هي الحماره مش قادره يا عماد. انا عايزها. الف سلامه عليها. بص في رجلك بتاع شو بايظه الاخرى اهي. شوفوا ديت السوس اهي يا شباب. هو ده السوس. هو ده الاهمال. هو ده الاهمال. امسك ودن الحماره كده يا بطه. شوف يا بابا. شوف السوس. دي السوس اللي الناس اللي اهملها. دي الاهمال. اه. شوف السوس يا عم. الضفر بيتاكل. السوسه بتفضل ماشيه لعند لما تو ايه تاكل الضفر كله. دي شغلتها. شغلة السوسه تاكل الضفر. فالتجليم اهم شيء. يعني دي لو ما اتجلمت يا عم سامح من شهرين ما كانش ده حصل فيها ابدا. فالتجليم اهم حاجه. يروح من ناحيه على الكراوس صور. لو سمحتوا من بعد اذنكم يلا يا جماعه كمان ده كاميرا ودي على الكاميرا. ايش شرط التليفون ده؟ انا هو اللي كل صور. السوسه على مش بتبان باينه هي. بس يا ولاد شوفوها يا شغال. اسمعي يا بنتي محدش يتكلم. شوف يا عم السوس يا عم. شوف جرب بابا كده. شوف دوبر يا فندم. هذا السوس يا عم. هذا اللي بنتكلم فيه طول السنه. التجليم اهم حاجه. التجليم حتى الكفه الصغيره دي كده يا عم الحاج. كفه انت يا عم سامح لو قلمتها من شهرين قلمتها بس من غير حدوه ما كانش ده هيبقى فيه. لان ده هو جاي من قله التجليم. لا يا حطوا المرهم بقى. والراجل كتر خيره جاب لها الدكتور برضه والدكتور عمل اللي عليه واداها حجر. هي كانت اتكتفت منك؟ كانت اتكتفت. السوسه يا عيني طلعت عند الضفر عملت بكتيريا وعملت جرف. عيطت بس يا حمار. الف سلام عليك. جمعة امان. الف سلام. بس كده بيكون خلصنا اهو. وهنركب لها حدوه. الحدوه بقى هتعمل ايه؟ الحدوه بتساعد معاها. هنركب لها حدوه اخرى. دي خلصناها اهو. السوسه واكلها كلها. هنركب لها حدوه زي نين زي دي. ده اهي دي بايظه اخرى ركبنا لها حدوه اهي. سيبها كده يا عم سامح. دي بايظه خالص اهي. هنركب لها اخرى حدوه وهنقلمها ونحط لها ايه التطهيره بتاعتها وباذن الله اسبوع وبتخف وتبقى 100. بس لازم هتقلمها بعد شهر ونص تاني حتى لو مفيش فيها حاجه. هات العده وتعالى كده. اشتغل 100 100. بس شغل 100 100 كده تمام. احنا بنصور بس عشان الناس تاخد بالها ما تسيبش الحمير كده شهرين ثلاثه بايظ. الحمير باظ. ادخلها شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى الحمار مبسوطه قوي. احنا بنركب الحدوه بقى ليه يا عم سامح؟ الحدوه بتدوس عليها. حته حديده بتدوس عليها بتساعدها مكان الضفر اللي راوح.
معايا هطلع اهدى فر تاني. كان نفسي اصورها وهي قبل ما تتعمل وهي ماشيه كده. كانت بتمشي؟ ما بتمشيش. ساعة ما نعملها هتمشي عليها على طول. لأن دي سوس وبياكل زي البكتيريا كده بالظبط. حاجة وحشة. وهذا المطاهرة. مطبخ حيل. لا ديك ده قالونا كده، ديك هو مطهر للحوافر. هات اللي كان ماشي يا قالي. خدها بحطها كده على فرع الموتوسيكل. ده حام. ده خلي جرك هنا، خلوه ده ياخده ويمشي. حطها كلها فرع الموتوسيكل. لا ده هياخده هيكسره لي. الحدوه كانت هنا ولا ايه؟ اه خلوها كده راحت فين؟ الحدوه كانت هنا ولا ايه؟ الحدوه والخشبه. الواد ده مالكم ما شافوا ايه؟ الحدوه يا ولاد. ارجع ورا كده. اهو. هاتوا لي كده ماشي كم ماشي يا هلا وادي الحدوة العازل هلا وادي العازل اللي بنحطها كده والحدوة بتتحط عشان خاطر تدوس عليها تبكى يا سيدي ايوه شطورة كده مية مية حطوا الفوزاز على ورا هو يا بنت ورا انت اكبر مني احنا بنحط المسمار فين المسمار ده بروح الضافر والدقه في الرجل ده صعب شوي امسك لا امسك احنا شغالين في مدينه لوليا مدينه لوليا في جنب حنوت هناك على الميزانيه كده ما هيجينا ولا يمكن يجي يشوفوا ويقول انت مهمل ايش بس انا جازحه ما بتخاف كده بيكون خلصنا لو سمحت الجرزه بتدخ على شاشه التلفزيون الحمد لله كده بنخلص العمليه تمت بنجاح دعواتكم بقى لنا بالشفاء العاجل المستعجل تكر حدوة وهنقص الزيادة اهو دي زيادة اهي اضافة هذه الزيادة ارفع للتانية كده ما ديرن يرن كده بيكون خلاص نرفع التانية كده هنحط لها المطهرة اهو امسكي تعالى بعد اذنك نظبط الحته دي هنحط لها المرهم اهو المطهر الاول الناس عرفوا الزبون عرف المطهر هذا المطهر اهو يا سيدي وادي المرهم وكده بيكون خلصنا ورا وقدام اهو والحمار ده ما كانتش بتمشي خالص السوس اللي فيها مشي كده يا عم الحاج مشي كده شوف مشيتها مشي ها سيبها يابا خش اوعى يا احمد ها الحمار يا بالصلاة على النبي مشيت هي الحمار ده ما كانتش بتمشي خالص بسم الله ما شاء الله عليه يلا دعواتكم لنا بقى دي الحمار اللي فيها السوس والله ما كانت بتمشي كانت متكتفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقفت على الزريبه